حب روحك، حبها ودللها واضحك وعيش. عسلامة، انا مهي بسين، عمري 24 سنة، نخدم اوتيس دو لير، موديل ميك اب، برا مش في تونس. كنت هكا وليت هكا، وانا طيحت 50 كيلو. انا عديت عام كامل ناكل كان في سلطة وفي صدر بتاع دجاج مشوي، هذاك فطوري وعشية طول العام اللي عديته اللي ضعفت فيه. بتدخل حاجة اللي تضحك، خاطر انا في الفاك في العام اخر عام الاول قربت شد الريجيم، دونك العام اللي بعده دخلت بعد 6 اشهر رجعت هكاكا، كنت ضعيفة. بون مش ناقصة 50 كيلو، انا ناقصة 24 25. دونك دخلت ما عرفني حد، خاطر وقتها مش نهبت في تصار، ما عرفني حد، صحابي ما عرفونيش. دونك وقتها تعرفت في الفاكولتي، نتذكر توا يحكيو بيا دوكا، اما هذه يمكن حاجة اللي نذكرها في البيريود اللي تضحك. انا حياتي كل عديتها بصحتي، معناتها I had a strong personality، شخصيتي قوية، ما كانش مقلقني الموضوع برشا خاطر صغيرة وكل. حتى لين دخلت الفاكولتي، دخلت الفاكولتي بديت نشوف العبيد، التنمر، كيفاش بصحتك، ما تنجمش تلبس اللي تحب، ما تنجمش تخرج مع اللي تحب. ياخي قررت في لحظة، كنت نحكي على الخدمة متاع الفلايت اتندنت اللي هي مضيفة طيران، كنت نحكي عليها كأي خدمة عادية، معناتها كيما رائد فضاء، طبيب. حكيت على خدمة المضيفة الجوية اللي أنا حاجة نحبها وعندي شكون في العائلة اللي تخدمها، كنت انسبايرد بها على الأخر. فتكلمت إنه الخدمة هذيك نحبها، كيما نحب لون، نحب حاجة في حياتي، نحب الحاجة هذيك. لقيت الناس تضحك، كيفاش انت بصحتك هكا باش تخدم الخدمه هذه، رغم اللي ما كانش في مخي الجمله اني نخدمها. اما من بعد قلت انا باش نولي مضيفه جوية، وبعد الحمد لله يا ربي اوتيس دو لير. وانا في الطريق اللي قاعده نضع فيه واجهت حاجات خايبة في حياتي في عائلتي، خاطر بابا جاه كانسير وشفته في أخيب الحالات متاعو، شفته يوزن 40 كيلو، شفت شعره قاعد يتيح، شفته مريض. أما بابا ما أيسش، قعد يداوي، ما بكيش، ما أيسش، وقف على سقيه وواجه المرض ورجع خير مني. رجع خير مني، يعمل في السباغ، رجع يعيش حياته عادي. فانا قلت معناتها انا قاعده نعمل في ريجيم وفي غيا ميجور، فقلت هو واجه مرض كانسير، انا مانيش باش نواجه كيلوات. فشديت صحيح، رغم اللي الناس يقولوا لي طيحنا زوز كيلو ما عادش نجمو، وانت ماكش باش تنجم، ماكش باش تنجم توصل اللي تحب عليه، تعرفوا العباد. اما ما سمعتش كلامها، بديت صحيح على خاطر حلمتي كانت اكبر من هذا الكل، وانا نشوف في روحي اللي انا نجحت في بختي هكا في حاجه صغيره في حياتي، خاطر انا مازلت ما وصلتش اللي انا نحب عليه، مازلت نحب نضعف، مازلت نحب نخدم بدني اكثر، مازلت نحب نوصل في خدمتي اكثر. اذا كان انت بصحتك وعجبتك روحك ما يهمك في حتى حد، كلام الناس حطوه وراكم وما يهمكم في حتى حد. اما اذا انت حلمتك اللي باش توصل لها وبدنك هو العائق الوحيد قدامها، نحب نقول لك راك توصل فاسيل، مهما كان عمرك، مهما كان البوان تاعك، مهما كنت انت في اي مرحله فيها في حياتك، راك نجم توصل، نجم تحل 20 و30. فاللي نحب نقوله لك اخدم على روحك، اضعاف، حط في قلبك. فمش معناتها زادت تضعف والا توصل طيح 10 كيلو تقول ليك ها وتعاود ترجع تبلبز وتعاود ترجع وتعاود تسمن. لا، ديما اغزر اللي انت باش تقدم بالليتاب بالليتاب في حياتك وباش توصل بها لبعيد. حط في قلبك، محليك، ما يهمك في كلام حتى حد. اغزر روحك في المرايه ديما، قول انا نجم، انا نجم نوصل. ايش الميزان في الدار حطه باش كل بعد هكا تعدي نهار متاع ريجيم وسبور امشي اوزر روحك، تلقى روحك طيحت 100 غرام، تولي تقول لي غدوه نزيد.
انا هكيك عملت.